عندنا السنة الأمازيغية الجديدة، ونحن نشرف على الاحتفالات الرسمية ببلدية برهوم، فباسمي الخاص وباسم يعني مسؤولي ولاية المسيلة أتقدم بأحر التهاني إلى جميع سكان ولاية المسيلة وبالخصوص إلى سكان بلدية برهوم المضيافة. فأنا أشكرهم جزيل الشكر على هذه الاحتفالية، وبالخصوص هذه البراعم التربوية التي أمتعتنا بجميع موروثنا الثقافي والتي أمتعت هذا الحضور الكريم.